المصورين احنا ما غاديش نجدلوا في أهمية دور المصورين، لأنهم بصراحة جزء من الذاكرة الوطنية، وهذا يعني مسألة مفروغ منها، لكن وصيانة الكرامة ديالهم مسألة لا تناقش، كذلك مسألة لا تناقش. ولكن التقاليد اللي كاينة في البرلمانات هو تنظيم ولوج المصورين وكذلك حتى الصحفيين، لأن كن متيقن وأنت من قدماء الممارسين في هذا المجال، من المصورين والصحفيين لهم مكان خاص بطبيعة الحال، إلى استمروا داخل القاعة داخل الجلسة من الصعب جدا توفير الشروط للتحاور للاستماع إلى بعضنا البعض، تتخلق واحد الجو اللي هو غير صحي وغير مناسب، ومن ثم وجب تنظيم ولوج للصحفيين ولا كذلك المصورين. إلى عندكم بعض الاقتراحات بالنسبة لتنظيم حضوركم، من المفيد مكاتبة المجلس وسندرس ذلك لإيجاد الحلول المناسبة، حفاظا كذلك على طبيعة الجلسة، لأن من تبقى المصور 5 ولا 10 ولا 15، يعني الناس كلها لا تهتم بما يقال وبالمتدخلات والمتدخلين، كانوا نواب ولا وزراء تبقوا يهتموا فقط من شكون هو المصور، شكون هو اللي تصور، تتخلق واحد الجو اللي هو غير سليم تماما، بكل صراحة غير سليم تماما.